تشاهدون في هذه الحلقة: ازدحام مروري في الشوارع الرئيسة بتعز وشرطة السير السبب الإمكانات ومخالفات السائقين. الفضة اليمنية نفائس أصيلة في أسواق تعز القديمة تتحدى الجديد والتقليد. معلقات من إبداع، مشروع تخرج لطلاب الفنون الجميلة يبهر الزوار. أهلا بكم من جديد. مفتتح حلقتنا تذكير سريع بأهم الفعاليات والمناشط التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. تعهد وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي بحل مشاكل رواتب عمال صندوق النظافة بتعز بشكل جذري. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الأمسية الرمضانية التي نظمها فرع الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأشد فقرا على قاعة مدرسة الشهيدة نعمة رسام تحت عنوان الأمن للجميع. وأشاد المخلافي بالدور الفاعل والإيجابي الذي قدمته الفئة الأشد فقرا في تعز من خلال انضمام أفرادها منذ البداية إلى مقاومة تعز والانخراط في صفوف الجيش الوطني مقدمين الشهداء والجرحى في سبيل الذود عن تعز وكرامة المحافظة. اختتمت بتعز فعالية عروض المولى الخيري الذي نظمه فريق كالبنيان التطوعي لتوزيع كسوة العيد على المحتاجين داخل المدينة. ويقول القائمون على المولى الخيري إن أكثر من 500 أسرة استفادت من هذا المشروع التي تقوم فكرته على تجميع الملابس المستخدمة وإعادة تأهيلها وتوزيعها على المحتاجين بعد عملية مسح ميداني للأسر المتعففة داخل أحياء المدينة. مشروع كالبنيان مشروع تطوعي خيري. فكرة المشروع تجميع الملابس الجديدة والمستخدمة إعادة تأهيلها من غسل وكواية وتبخير، وبعدين نقوم بتوزيعها في مول خيري للأسر المستهدفة. من الله سبحانه وتعالى بأمطار غزيرة ومتواصلة على مدينة تعز، وتدفقت السيول في الجبال المحيطة ومجاري السيول داخل المدينة والأودية القريبة منها، وتسهم هذه الأمطار في رفض المخزون الجوفي للمياه ما سيسهم في التخفيف من أزمة المياه التي تعانيها المدينة. مشاهدينا، تتكرر ظاهرة الاختناقات المرورية في عدد من التقاطعات والشوارع المهمة، وبينما يلقي الكثير بالمسؤولية على عاتق شرطة السير جراء استمرار هذه المعاناة، تشكو إدارة المرور من شحة الإمكانات وتحمل السائقين جزءا مما يحدث بسبب عدم التزامهم بقواعد المرور. مشهد من مشاهد الاختناقات المرورية الناتجة عن تكدس المركبات في أحد التقاطعات الحيوية وسط مدينة تعز. جولة المسبح قد لا تكون المكان الوحيد الذي تتكرر فيه هذه الظاهرة عند أوقات الذروة، فمثلها عشرات الجولات والشوارع يشكو المواطنون ازدحاماً متكرراً للمركبات فيها، الأمر الذي يتسبب بعرقلة حركة السير وطول انتظار يؤثر على أعمال الكثير منهم. شوف على الزحمة قدامك، المرور يعني صامد بين البرد والشمس والريح يزيد الحريق. نطالب رجل المرور لإعادة تنظيم الشوارع وتنظيم السيارات. المفارقة الغريبة أن يحدث ازدحام المركبات في حين يرابط رجال المرور في التقاطعات المهمة ويعملون ما بوسعهم لتنظيم الحركة وتسهيل المرور. ليبقى السؤال الأهم هنا عن الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة. السواقين أنفسهم ما يلتزموش بالنظام، كل واحد يشتري سباق الأول، وأغلبهم بدون أرقام ولا يوجد مثلا دفاتر ضبط، يعني مخالفات على أساس تحد من المتسرعين والمتهورين والذي ما يلتزموش بالنظام القانون. أيضا لا يوجد مثلا الدوريات، المرور يفتقد إلى دوريات. عدم تقييد أكثر السائقين في نظام المرور وإشارة المرور، هذا من الصعوبات، وكذلك الوقوف
المزدوج والباعة المتجولين الذين في الشوارع أصحاب القواري وكذا، هذا ما يعوق حركة السير. يبدي الشارع ارتياحا من تواجد شرطي المرور في تنظيم حركة السير، مرجعا سبب الازدحام إلى عدم التزام السائق نفسه بقواعد المرور. ومع ذلك فإن لدى البعض ملاحظات يؤكد أنها ستسهم في تخفيف الازدحام في حال عملت إدارة شرطة السير على تنفيذها في الميدان. زرت المرور وجدت أكثر من 300 موظف بالمرور، فيفضل أنه يعني ينزلوهم إلى الشارع إلى الميدان كي يكون لهم ثمار على الواقع. يجب التعاون مع رجال المرور في هذه في ظل هذه الظروف الصعبة لعدم وجود الإمكانيات التي يلزم رجال المرور من واقيات الأمطار ومن المترات المتابعة وعدم وجود سندات لقطع للمخالفين. ورغم الإجماع على أن الإمكانات التي من يقف حائلا بين شرطي المرور وتنفيذ واجبه على أكمل وجه، غير أن مشكلة تعز مع حركة المرور قد تكون أعمق من مجرد إمكانات في نظر الكثير، فتعز حرمت كثيرا من مشاريع البنى الأساسية طيلة السنوات الماضية، وفي مقدمتها مشاريع الطرق والخدمات المرتبطة بها. مشاهدينا، نرحب بالعميد عبد الله راجح مدير عام شرطة السير بمحافظة تعز للاستيضاح أكثر حول هذه القضية. أهلا بك معنا سيادة العميد. أهلا سهلا. تتزايد شكاوى المواطنين في تعز من اكتظاظ الشوارع العامة بالمركبات في أوقات الذروة وتعطيل حركة السير في كثير من الأماكن الحيوية، ما سبب هذا الازدحام وأين هو دور رجل المرور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نشكر حضوركم إلى تيار شرطة السير لنقل معاناة المواطن في الشارع ولنقل الصورة وتوضيحها من قبل إدارة شرطة السير عما يحدث في الشارع العام من ازدحام في حركة السير، وذلك الأنشطة الأخرى التي نقوم بها إدارة شرطة السير من أعمال إدارية وأعمال ميدانية إلى آخره. بالنسبة لقضية الازدحام المرور الحاصل في الشوارع في هذه الأيام في أيام الشهر الكريم، فهو شهر الخير، شهر البركات، الناس يتبضعون أكثر، يتحركون أكثر في الشوارع، هذا سبب. السبب الثاني عودة النازحين الذين كانوا مهجرين أو نازحين خارج نطاق المحافظة، عادوا بسبب الوضع الأمني المستقر نوعا ما، وبسبب ما أن هناك حضور الدولة، الحضور القوي للدولة الموجود، الحركة الاقتصادية، الحركة التجارية، الحركة الاجتماعية، حركة الناس داخل الشوارع داخل مدينة تعز ازدادت، الحياة تعود إلى مدينة تعز بصراحة بشكل أدق. عاد الناس مارسة حياتهم الطبيعية، عادوا معهم سيارتهم ومركباتهم وإلى آخره، سبب الازدحام الكبير لوجود كم هائل من السيارات. في كثير من الشباب اقتنوا الباصات واقتنوا الدراجات النارية، سبب مضاف إلى الأسباب. السبب الأخير هو السبب المهم في ازدحام حركة السير، هو وجود الكم الهائل من المفرشين والبسطات والعربيات والباعة الجائلين في الشوارع الرئيسية. احتلوا نهر الطريق، اخذوا جزء كبير من نهر الطريق، رصيف المشاة، رصيف الجزيرة الوسطية، هذا سبب زحام قوي جدا. يعني الان تمر سيارة واحدة في وسط الشارع، خدماتنا موجودة في الشارع على امتداد الشوارع الرئيسية، في الشوارع الفرعية خدماتها موجودة، خدمات شرطة السير. نزيد في هذا الشهر لعلكم لاحظتم في الشارع وانتم تمرون، لاحظتم ان هناك عدد كبير من رجال شرطة السير من افراد وضباط يقومون بتصريف حركة السير بدون الجهد الكبير، جهد مضاعف. إنما في أسباب يجب أن تزال. الأسباب الرئيسية كما حدثنا الزحام، والزحام لا يمكن أن تصنع له شيء إلا أن تعمل عملية تنظيمه. الباعة الجائلين والأكشاك والبسطات يجب على الجهات المختصة والمكاتب المعنية ذات الصلة أن تقوم بواجبها في هذا الجانب، مثل الأشغال، كذلك القمامة. للأسف القمامة تكدست بشكل كبير جدا، لا يخفى على أحد هذا ولا يمكن أن نخفي هذا السبب، سبب ازدحام الحركة، حتى أنه سبب الأمر كثير من الأمراض للمارة والرجال شرطة السير على مدار الساعة واقف داخل الشارع بين القمامة هذه، وسبب الأمراض تنقل الميكروبات. نحن في هذا الصدد قمنا بأشياء كثيرة جدا لسبيل كيفية التخفيف من الازدحام الحاصل. وضعنا خطة آنية لمواجهة الازدحام الحاصل في هذا الشهر، ولنا خطط مستقبلية بعيدة المدى
لاعاده تنظيم حركه السير في الخطط الرئيسيه والفرعيه. نعم عميد عبد الله، هناك طبعا اداره المرور من ضمن الادارات التي جرى تفعيلها مؤخرا ضمن اعاده عمليه اعاده تفعيل مؤسسات الدوله في تعز. ما هي امكانياتكم انتم في اداره المرور لتنظيم حركه السير واداء مهامكم على اكمل وجه؟ الحمد لله، نحن رأس مالنا وكل قدراتنا هي الكادر البشري الموجود المتميز معنا، الذين يقضون وقتهم بشكل كبير ويتعبون كثيرا ويسهرون كثيرا ويقدمون خدمات بشكل يعني فوق طاقتهم. انما لا نملك وسائل مساعده اخرى للعمل المروري التي تمثل في الونشات. لا يوجد لنا ونش كرين نشرف على السيارات المخالفه والحوادث الى اخره، ولا يوجد لنا دوريات ولا اطقم ولا اجهزه اتصالات، لا يوجد لنا طرادات ولا يوجد لنا شيء من هذا الجانب. بالرغم من طلباتنا الكثيره للجهات المعنيه، رفعنا مذكرات، عملنا طلباتنا، تابعنا السلطه المحليه، تابعنا اداره حرم الشرطه حتى الوزاره، لم نجد اي استجابه للاسف، ولكن وعدونا خيرا وان شاء الله توفر بالايام القادمه. أمام هذا الغياب للإمكانات، كيف سيتمكن شرطي المرور من أداء عمله وفي ملاحقة وضبط المخالفين في المدينة؟ هذا هو الشيء الذي الحلقة المفقودة ما بيننا نحن وقدرتنا على أداء العمل بشكل كامل، يعني إن شاء الله ظهور ممتاز. يعني رجل السير عندما يكون قدراته هو الكادر البشري فقط تكون خدماته محدودة، لأنه وجود الطاقم، وجود الدورية، وجود الطرادة، وجود الصوت، وجود الكرين لأجرف على السيارات المخالفة وضبط المخالفين، يعطي يعني نوع حضور قوي للدولة تقدر بواسطتها أن تحقق الهدف المنشود الذي خرجت لأجله، وهو تصريف حركة السير والعمل على تنظيم حركة السيارات وتصريف حركة المشاة إلى آخره، كما هو المقصود بالنسبة لمهام رجال شرطة السير. إنما هنا نعاني معانا كبيرة، إنما لا يمكن نحن نغادر عملنا، نغادر، لا يمكن نحن نصيب من الياس ونصيب من الملل، بنقدم خدماتنا، بنقدم الخدمات بالجهود بالأشياء الموجودة بالإمكانيات الموجودة، وهي إمكانيات الكادر البشري وطموحه وإصراره على أدية الخدمة وخدمة المواطنين فقط. هل ما الذي يعيق وصول هذه الآليات إلى إدارة المرور؟ من نتحدث عن دراجات نارية، عن سيارات للشرطة للمرور، هل هناك تحديات ربما تقف أمام أو تحول دون وصول هذه المعدات إليكم؟ لا والله، إنما الناس فيها الفترة السابقة كثيرا جدا كان هناك في مشاكل الدولة والسلطة المحلية لديهم مشاغل كثيرة جدا تمثل بالاستعدادات الجارية للتحرير، تحرير بقية المحافظة، لتفعيل المكاتب التنفيذية، لبسط سلطة الأمن وسلطة الدولة على جميع مربعات المدينة والمناطق المحررة، كانت لها الأولوية أعتقد هذا. وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل سوف نرى إن شاء الله سبحانه وتعالى توفر هذه الإمكانيات. أوعدنا الأخ محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، الأخ مدير عام الشرطة، وعدونا خيرا بأنهم سيوفرون هذه الإمكانيات، وإن شاء الله نراها بالقريب العاجل وسوف نلاحظها في الشارع بإذن الله. ماذا عن الإيرادات التي تتحصلونها في إدارة المرور ونسبة الضرائب المدفوعة للدولة؟ هل تحدثنا على هذا الجانب؟ نحن مثل بقية المكاتب التنفيذية الإيرادية، نحن مكتب إيرادي ومكتب خدمي. نورد الإيرادات للبنك المركزي أولا بأول، وحسب اللوائح المالية المنظمة لهذا العمل. وهناك يعني لما لا تقدر تقول نحن لا فعلا، انت طرحتي جانب مهم كان غايب عن بالي، وهو جانب اننا لا نملك نفقات تشغيليه او ميزانيه تشغيليه او دعم او الى اخره بسبب تنفيذ المهام والقيام باعمال الاداره الميدانيه والاداريه. نحن نعاني بهذا الجانب كثيرا. الان في هناك ملف امام الاخ محافظ المحافظه بهذا الموضوع بهذا الخصوص، نريد نفقات تشغيلية، نريد دعم للعمل المروري الميداني والإداري حتى نقدم خدمات بشكل أفضل. نحن بهذا الجانب نعاني كثيرا يعني للأمانة، لكن بالنسبة لإيراداتنا بلغت تقدر بشكل جيد يعني مقارنة بقية المكاتب، لدي خدمات للمواطن، عملية الإيرادات وعملية العمل المالي والإداري يسير بوتيرة عالية وبشكل منظم، والحمد لله هناك رقابة علينا من قبل الموارد المالية ومكتب المالية والجهاز المركزي للقوائم والمحاسبة، والحمد لله عملنا. هل لديكم تواصل مع وزارة الداخلية في عدن لتسهيل تنفيذ مهامكم؟ تواصلنا احنا مع بالنسبة لوزارة الداخلية، تواصلنا عبر الأخ
العميد عمر بمشموس مدير عام شرطة الصيف للجمهورية، تواصل الرجل متفاهم وجيد، وعبر قناتكم أوجه له الشكر الكثير. رجل متخصص في العمل المروري ويحاول أن يقدم الكثير للمرور للشرطة الصيف على سبيل تقديم عطائهم بشكل أفضل، وإن شاء الله وعدنا خير وبإذن الله يبقى بأسرة خير إن شاء الله. يتساءل كثير من المواطنين لماذا تغيب إشارة المرور عن شوارع تعز وفي تنظيم حركة السير؟ طبعا هو ما هو معروف أن الميليشيا الانقلابية سنة الحرب العبثية على محافظة تعز سببت انهيار كامل البنى التحتية لكل ما يتعلق بإجهزة الدولة والشركات العامة والخاصة وكل مقومة الدولة، ومنها البنية التحتية لشرطة السير. إشارات المرور الضوئية وإشارات المرور المنصوبة والأرضية، حتى الشوارع دمرت، الجولات خربت ودمرت، سبب إعاقة كبيرة للعمل المروري بهذا الجانب، وهو مهمة جدا بالنسبة للإشارات والعلامات المرورية لتحديد الاتجاهات لعمل لأشياء كثيرة جدا بالنسبة لتسهيل حركة السير. إنما رفعنا الآن إحنا خطة مكاملة، قد رفعنا خطة قبل سنة تقريبا في هذا الموضوع لإعادة نصب الإشارات المرورية المنصوبة والأرضية، ونحن في صدد إعداد خطة لعمل إشارة المرورية الضوئية، وإن شاء الله بإذن الله تعالى عندما توفر الإمكانيات في المحافظة مجلس لأنه هذا يعتبر تابع المجلس المحلي، نحن نستلم الشارع من المجلس المحلي شارع مؤثث متكامل تمام، لكن أنا واجبنا اقتضى أن نحن نقدم الدراسات ونقدم الاقتراحات والمقترحات والدراسات حتى يتم النهوض بالعمل المروري مشاركة منا، لما نحن نستلم الشارع بشكل كامل شارع مؤثث بإشارته بعلاماته باتجاهاته بالجولات بكل شيء، أقول شرطة الصين نزل الشارع يضبط المخالفة ويعمل على تنظيم حركة السير فقط. ترقيم باصات نقل الركاب في إطار خطوط معينة، ما الذي يمنع إعادة تفعيل هذه الخطوة لتنظيم خطوط السير وبما يخدم المواطن؟ أيوة، خطوط السير كان من قبل هناك خطة لتنظيم حركة السير للنقل الداخلي، كان في مواقف عامة، وكان الخطوط تسير في اتجاه الشرق واتجاه الغرب واتجاه الشمال الجنوب الشمال في كل اتجاهات المدينة. تسبب انه هناك حصل الخلل الموجود المدينة الجهة الشرقية ما زالت في تحت الانقلاب تحت العصابة الانقلابية، ادى الى انه كثير من الباصات والسيارات والمركبات انتشرت الفوضى المرورية بصورة عامة، يعني حصل انه كثير من سائقي الباصات وملاك الباصات قاموا بنزع اللوحات المعدنيه على سيارتهم. الان دخلت باصات جديده بالالاف يعني للمدينه غير مرسمه جمركيا وبالتالي غير مرقمه. نحن طالبنا كثيرا قياده المحافظه بتفعيل مكتب الجمارك حتى لترسيم السيارات جمركيا ومن ثم تسجيلها وترقيمها بدرجه سلطه السير. قد عددنا خطه متكامله عن الخطوط الداخليه في المدينه، عملنا في حدود ثلاث مناطق مرورية، ثلاث مناطق للخطوط في حدود 24 خط، عملنا على تسيير الخطوط لأماكن جديدة لم تكن في الخطة السابقة. في ختام هذا اللقاء، هل لك من رسالة توجهها ولمن تحديدا؟ والله نوجه رسالة أولا عبر قناتكم إلى المواطن مستخدم الشارع العام. المواطن هو الذي نقدم له الخدمة، وهو الذي نحن نحافظ على حياته، وهو الذي نحن نقوم بخدمته. نتمنى نرجو ونتمنى منه أن يتعاون معنا كثيرا في سبيل إعادة حاجة اسمها الروح المرورية أو السلوك المروري الحسن إلى تصرفاته وسلوكياته في الشارع العام. نخاطب رجال الدولة العسكريين والمدنيين ورجال السلطة المحلية والجميع بأن يكونوا هم القدوة في الاحترام نظام المرور وأدب قواعد السير. طالب رجال شرطة السير بأن يبذلوا مزيد من الجهد وأن يكونوا هم المتميزين كما هم متميزين دائما في سبيل تقديم خدمة المواطنين. يطالب السلطة المحلية وإدارة عام الشرطة وإدارة عام شرطة السير وكذلك قيادة وزارة الداخلية بتوفير متطلبات شرطة السير ومحافظة تعز حتى نستطيع القيام بعملنا على وجه الأكمل. العميد عبد الله راجح مدير عام شرطة السير بمحافظة تعز، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مرحبا بكم من جديد. تحتفظ الأسواق الشعبية داخل المدينة القديمة بتعز بأصالتها وتنوع معروضاتها، ويمتهن الكثير حرفا تقليدية تمكنهم من العمل في بيع النفائس والاشتغال بالمصوغات الفضية التي حظيت باهتمام اليمنيين منذ القدم باعتبارها رمزا للقوة والتملك والثراء. نتابع.
بين الباب الكبير وباب موسى بتعز ثمة ما يغري ويثير الفضول، فللتاريخ صفحات تقرأ في هذا المكان، ولليماني الأصيل تلاوين من الإبهار والإبداع والتصميم في مختلف العصور. وأنت تجول عبر هذه الممرات الضيقة بالمدينة القديمة في تعز، يلفت انتباهك بريق لفسيفساء تشكلها معروضات لأحد محلات بيع الفضة والأحجار الكريمة. ما إن تدلف بوابة المتجر تقابلك ابتسامة مالك المحل، ومن كل جوانب المعرض تتلألأ عناقيد وأساور من فضة، وشيء كثير مما صاغه حرفيو هذا المعدن النفيس في تعز. تاريخياً ارتبط اليمنيون بشراء وكنز الفضة، واتخذها القدامى عبر حضارات متعاقبة كرمز من رموز الثراء والقوة. في تعز حافظ البعض على تاريخ صناعة الفضة، وظل آخرون يعملون في التجارة بها بيعاً وشراءً، ويتوارثون المهنة أباً عن جد. أقل الحمد لله نحن نشتغل، لكن أقل وراثة بعد الآباء والأجداد منا هذا، ونحن نشتغل فيه. اعتمد الرجل وكذلك المرأة في تعز على السواء زينة الفضة، فأراد الرجال إظهار الهيبة والثراء في مناسباتهم العامة، فكان له ذلك في الخناجر والسيوف المصنوعة من هذا المعدن الخالص، وجعلتها المرأة لكمال الحسن وزيادة الألق، فازدانت صدورها بما يعرف محلياً باسم المنثورة والطنج، واعتلت رؤوسهن العصبة وارتدت حزام الفضة ملتفاً على الخصر، فيما تزينت اليدين بالمعاضد والمسك، وجميعها مسبوكات ومصوغات لا تزال تباع في أسواق تعز القديمة حتى اليوم. طبعاً أهم الأشياء التي لها إقبال من قبل المواطنين العقيق، الخواتم، المصوغات الفضية بشكل عام. طبعاً هذا حزام فضة يمني شغل حضرمي، يعني اليوم يحل محل الذهب يلبسوه في العادات والتقاليد، وأنا أخذته لصديق في الخارج. أجدها مميزة على الصناعات الخارجية، لها ذوق رفيع ولا اختلاف على الغير، خاصة المقتنيات اليمنية والآثار اليمنية. هذا تراثنا من عهد الآباء والأجداد، تمام، ونتوارثه جيل بعد جيل إلى الآن، وهذا تراثنا القديم، تمام، ونفتخر فيه ونعتز فيه. في هذا الخضم وحيث تسرح العين بين لآلئ الفضيات من حلي وأدوات منزلية تقليدية كالدلة للقهوة اليمنية الأصيلة ومرش العطر وغيرها، في هذا الخضم يقبل ابن موزع بين يديه خواتم وأحجار نادرة بغرض التعرف على تاريخها، ولعل الدافع هو اهتمامه بمقتنيات الفضة الذي يعد تاريخاً وتراثاً هو محط فخر واعتزاز لدى أبناء اليمن عموماً وتعز على وجه الخصوص. هذا نحن نبحث بعدين نطلب بعده هكذا نشوف ايش نحصل من هنا ومن هنا، هذا حصلناها بقدول وهذا حصلناه مدفون. يحرص العاملون في هذا المجال على تجويد وتحسين مبيعاتهم، فهنا يعمل جمال حسان على تعديل فصوص من الأحجار الكريمة وإضافتها للجزائل والمشغولات الفضية لجعلها تبدو أكثر رونقاً وأكثر جاذبية. أنا أقوم بالشغل يعني بالتكبير بالتصغير أو بجلخ الأحجار الكريمة، بالتعديل على الخواتم العقيق أو على اللوازم نفس كذا. الآن هذا الآن تمام عدلناه، الآن يكون جاهز. شكل تراجع السياحة ضربة قاسية لقطاع التجارة في مشغولات الفضة اليمنية، لكن لهذا النوع من المعادن عشاقه، إذ يقصدون المحلات لشرائها وبما يلبي حاجيتهم. غزت الفضة الأجنبية أسواق البلد،
ومع ذلك احتفظ المنتج المحلي التقليدي بقيمته من حيث أصالته وعراقته، وذلك بالنظر إلى التشكيل الفريد للفضة اليمنية الذي يعد عصياً على الاستنساخ والتقليد. لرسمي بالألوان تقنياته الخاصة ومدارسه المتنوعة، ويمكن للعمل الفني التشكيلي تقديم رسالة سامية في خدمة المجتمع. في الفقرة التالية نتعرف على بصمة وربما بصمات لطلاب الفنون الجميلة بجامعة تعز. منتشياً بروائعه وقد أضحت اليوم على الجدران بمثابة معلقات تنطق بالألوان الزاهية والتعابير المختلفة. بابتسامة عريضة يستقبل حسام المهاجري عشاق الفن من زوار المعرض التشكيلي الأول الذي أقيم بجامعة تعز لخريجي هذا العام من قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب. شاركنا مجموعة من اللوحات كانت عبارة عن لوحاتنا منتقلة من مستوى أول إلى مستوى رابع، بالإضافة إلى مشاريع التخرج. كوننا طلاب في قسم الفنون الجميلة كلية الآداب جامعة تعز، مجموعة أعمالنا حاولت أن نظهر من خلال مجموعة قضايا حاكاها الوطن اليمني بالإضافة للوطن العربي، قضايا اجتماعية وقضايا فكرية، أظهرناها بمجموعة من الأساليب والتقنيات المختلفة، منها الألوان الزيتية، منها الكولاج، منها الأقلام الرصاص والحبر. حسام يؤكد أن لوحاته في هذا المعرض لم تكن سوى بصمة من بين عشرات الإنجازات لأقرانه الذين سهروا الليالي يسامرون القمر ويناجون الإلهام والخيال على وقع المعاناة في تعز، ليخرج إلى هذا الواقع إبداع فني بتقنيات متنوعة تجسد في هذه الصالة. نحن مرآة نعكس معاناة المجتمع ونظهر آلامهم ومآسيهم، منها نعالجها ومنها نظهرها. المعرض أقيمت برعاية من كلية الآداب. تعابير مختلفة، فرائحية وحزينة، آلام وآمال سكبت بألوان الطيف على جدران الصالة، وكانت هذه اللوحات الفنية تعبيراً عن مشاركات مبدعين لهم القدرة في تحريك الريشة ومعايشة الجو. شاركنا بهذا الحدث بكونه أول دفعة تشكيلية شاركت في بعد، فإحنا المستوى ثاني ومستوى أول شاركنا بأعمال كثيرة. طبعاً هي أعمالنا من مستوى أول حتى مستوى ثاني. طبعاً كان في معانا أكثر من عمل اللي هو بالرصاص، في معانا بالنحت، في معانا بالألوان الزيتية. طبعاً هنا كان في معانا أكثر من لوحة، منهن لوحتي بأيوب طارش. شاركت باللوحة الزيتية ورصاص وأكريليك. هذه اللوحة الزيتية تحكي عن حياة المرأة بشكل عام والعادات والتقاليد. فهنا حياة المرأة عبارة عن كتاب مفتوح فيه صفحات مغلقة وصفحات مفتوحة. وجدت أعمال حسام ورفاقه الخريجين والطلاب المشاركين من مختلف الأقسام رضا المشرفين، وهو ما يعد بمثابة تتويج لتشكيليين قادمين سيدخلون الساحة الفنية من أوسع الأبواب. المعرض هو تناول الكثير من التقنيات التي مارسها الطالب أثناء حياة تعلمه، فتنوعت ما بين تقنية الرصاص واستخدام الألوان المائية وكمان الكولاج وصولا إلى الزيتي. ما شد انتباهي هو إيش تحلقهم الرائع جدا في الفنون الحديثة، متجسدا في التعبيرية وكمان الانطباعية والرمزية دخلت في أعمال بعض الطلاب. والأعمال هي خير شاهد على ذلك، قد تحكي الكثير. بهذا المشهد الإبداعي نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. إلى اللقاء. أحس مدينتي نعم المدينة، تقاها الصبح نسبته ولنا.